محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته في أولى الحلقات من هذه السلسلة، وهي بعنوان عاشوراء، صرخة في وجه أبناء الطلقاء. برنامج أقدمه في عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام من شاشة الحجة الفضائية. والسؤال الذي يتفرع في أول الأسئلة: الخلافة يزيد خلافة شرعية عندكم أم لا؟ عادة الإنسان عندما يريد أن يكتب لنفسه فيكتب لنفسه بالمواقف، مواقف الإنسان يقفها، فتجد أن فلانا مشهور بالكرم، وفلان مشهور بالعلم، وهناك إنسان مشهور بالرأفة والرحمة. ولكن في ثورة الحسين المباركة جسد الحسين عليه السلام في هذه الساعات القليلة كل خصلة ممكن أن تكون في النفس البشرية، من تواضع إلى عدل إلى شجاعة إلى إباء إلى رحمة إلى غيرة على العرض إلى تواضع إلى عبادة. رجل كأبيه وجده، الحسين عليه السلام عندما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني كان يرى ما لا تراه أنت، وهذا أصله في القرآن الكريم: كلا سوف تعلمون، ثم قال: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فعلي بن أبي طالب عليه السلام كان يرى القبيح ويرى الصالح، وكان يسير على الصالح. والحسين في كربلاء كان يمثل الصلاح للأمة الإنسانية، كامل الصلاح في الأمة الإنسانية. لذلك بكته العيون أسوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد صلى الله عليه وآله والحسين كان حيا كان يبكيه. ولذلك ذكر الشيعة أعلى الله برهانهم في كتاب عيون أخبار الرضا، في عيون أخبار الرضا ذكر الإمام عليه السلام، والكتاب أمامكم على الشاشة، في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق يقول الإمام سلام الله عليه: إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم، وإحنا ظلمنا والقتال وقوتنا لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها أبدا، أمة خائنة، ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر، في هذا الشهر، هذا هؤلاء الخونة قتلوا ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. هؤلاء الذين وإلى الآن الذين يشايعون ويتابعون قتلة الإمام الحسين عليه السلام: لا غفر الله لهم أبدا.
يقول الإمام عليه السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. هؤلاء الذين برزوا للحسين عليه السلام أبكوا السماوات والأرض، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره، فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم عليه السلام فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين. يا لثارات الحسين، سنبقى نردد هذا الشعار ممن قتل الحسين وشايع وتابع وأسس أساس الظلم. يا ابن شبيب، لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أنه لما قتل جد الحسين صلوات الله عليه أمطرت السماء دما وترابا أحمر. السماء كانت تمطر دما في قتل الحسين عليه السلام. الآن البعض لعله لا يستسيغ هذه الأمور، أقول هذا الكلام كان مع النبي صلى الله عليه وآله، مع نفس النبي. النبي صلى الله عليه وآله كانت الحصى تسبح بين يديه. الآن أنت إذا تجيب حصى تسبح يقول لك هذا ضرب من ضروب السحر، لكن الناس كان ترى هذا الأمر على حقيقته. النبي كان يشير بإصبعه هكذا فيشق القمر، ومع هذه الأمور ترك النبي صلى الله عليه وآله وهو في صلاته، وتركوا الجسد الطاهر بعد مماته. هذه هي الأمة التي أسست ليزيد ابن معاوية. بكل وضوح، من الذي أسس ليزيد بن معاوية؟ الذي أسس ليزيد بن معاوية هو عمر بن الخطاب، والذي ولى عمر بن الخطاب هو أبو بكر. فلقال أن يقول أن عمر هو الذي قتل الحسين عليه السلام له وجه في هذا الأمر. لماذا؟ لأن عمر هو الذي ولى معاوية بن أبي سفيان، وعثمان هو الذي وسع عليه، ومعاوية هو الذي ولى يزيد بن معاوية الذي قتل الحسين. فهي سلسلة من الظلم لمحمد وآل محمد، بدأت بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية. سأظهر لكم في الحلقات التي تلي أنهم يقولون نحن لا نطعن بمعاوية، لأن معاوية كحلقة الباب، من حرك هذه الحلقة استطاع أن يفتح الباب ويدخل إلى الصحابة، يعني يدخل إلى عمر. فإحنا حفاظا على عمر نخلي معاوية كسد، ونخلي يزيد كسد، نخلي هؤلاء كسد. هذه هي الحقيقة. لماذا نجامل؟ وعندما نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ماذا سنقول لرب العالمين؟
سأظهر لكم يقولون أن أول من يغير سنتي هو رجل من بني أمية، والألباني يقول هو معاوية ويشير إلى الحكم، وسأفصل لكم هذا الحديث. طيب من الذي ولى معاوية على رقاب الناس؟ من الذي مول هذا الصعلوك؟ أنتم تقولون أن معاوية صعلوك لا مال له. طيب شو لما صار على الشام صار يوزع الدنانير والدراهم؟ كلها سرقة، هؤلاء خونة لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. فنعم شعارنا يا لثارات الحسين، ونفخر ونرفع رأسنا به. ممن أسس أساس الظلم، هذا الذي يدين الله تبارك وتعالى به. يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. نعم دمعة الحسين عليه السلام تحرق الذنوب حرقا. اضرب رأسك بالحائط اللي ما ترضى بهذا الكلام، اللي ما ترضى بهذا الكلام اضرب رأسك بالحائط. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. هنيئا لزوار الحسين سلام الله عليه. هكذا علمونا محمد وآل محمد، هكذا ربونا، هكذا نرفع رؤوسنا، ننام على وسادة عالية. أئمتي علموني، محمد علمني، آل محمد علموني، هكذا علمونا محمد وآل محمد. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين، ألا لعنة الله على يزيد وعلى من أسس ليزيد وعلى من أسس ليزيد من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم آمين. ليرضى من يرضى ويقبل من يقبل، فأنا مع الحسين، ولائي للحسين، ديني على دين الحسين سلام الله عليه ما استطعت، هكذا علمني محمد وآل محمد. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، الحسين بن علي عليهما السلام، فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هكذا علمونا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله عز وجل معه يوم القيامة. ونحن معك يا أبا عبد الله. سيدي يا حسين، 400 عام ويزيد، وها هي قناة الحجة الفضائية، وهذا خادمكم يقول لك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وعهدا والله سيدي، سنسير في هذا الدرب
نصرة لكم فاكتبها لنا يوم الورود. وصلى الله على محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام الله على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. نبدأ باستقبال الهواتف. الدكتور أبو يوسف أولا، قبل أبو يوسف